والنهاردة تم افتتاح أول وحدة غسيل كلوي للأطفال في مستشفى المنيا الجامعي. الوحدة دي تم إنشائها بتبرعات الأهالي. نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. أول وحدة متكاملة للغسيل الكلوي للأطفال بمحافظة المنيا. مستشفى المنيا الجامعي للنساء والتوليد والأطفال تفتتح قسمها الجديد للغسيل الكلوي للأطفال بحضور رئيس الجامعة وعميد كلية الطب والعديد من أساتذة أقسام الأطفال والباطنة. إنشاء وحدة غسيل كلوي للأطفال كان الحقيقة كانت حلم للقسم هنا، لأن كنا احنا الحقيقة ليها جانب إنساني كبير، إن الأطفال الحقيقة في المنيا محافظة كبيرة حوالي 5 مليون كانوا بيسافروا إما للقاهرة إما أسيوط. الفكرة النهاردة جت من طبيبة شابة عندها تقريبا 35 سنة، فكرت إن عندنا مشكلة في المنيا بالنسبة لغسيل الكلى للأطفال. جت لي وقالت لي احنا عندنا هذه المشكلة، لم أتردد لحظة، طلبت توفير مكان، فعلا زبطنا هذا المكان. تخفيف معاناة أطفال محافظة المنيا من مرضى الفشل الكلوي كان أول اهتمامات القائمين على تنفيذ المشروع الذي ساهم فيه العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وفاعل الخير. احنا كنا في انتظار افتتاح الوحدة دي من سنين طويلة، وحاولنا فيها عملنا فيها مجهود كبير عشان نطلع بها النهاردة. كانت متأخرة عن معادها شوية، بس الظروف خارجة عن الإرادة. الأطفال الصغيرين اللي عندهم فشل كلوي ومحتاجين غسيل كانوا بيعانوا معاناة جامدة قوي، بيروحوا أسيوط وبيروحوا أبو الريش. أنا كنت بشوف أطفال لما أكون نبطشية هنا في المستشفى أو بشوف أطفال بيروحوا أسيوط وبيعانوا قد إيه، يروحوا ثلاث غسلات في الأسبوع عشان يروح أسيوط يغسلوا 4 ساعات ويجوا 3 مرات في الأسبوع، دي كانت بتبقى جامدة جدا. بتكلفة كلية قدرت ب3 مليون جنيه تم تجهيز وحدة الغسيل الكلوي للأطفال التي تحتوي على 10 ماكينات للغسيل الكلوي لتبدأ في استقبال الأطفال المرضى سعيا في تخفيف آلامهم ومعاناتهم. افتتاح وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى جامعة المنيا التخصصي خطوة تمناها الجميع على طريق رفع المستوى الصحي للأطفال ونموذج لتحويل الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع. محمد بهاء الدين، الحياة اليوم.